آسفة لأنه النت ما عنده مشكلة، ما ها نبقى مع النقطة الثانية واللي هي لأني شريت معدات ما كان يلا نشريها دون إشراف من لجان مختصة، وهذا ما يخالف شروط المشروع، خاصة بالنسبة للمبتدئين الذين يطلقون مشاريعهم لأول مرة، حيث يجب أن تشرف لجنة على شراء المعدات وتقييم سعرها وجودتها، وكذلك على المكان المستأجر التأكد من استجابته للمعايير، وهو خطأ لم يقع فيه أي مستفيد. هو المشروع مشروعي أنا أعتقد، والدراسة ما درتها أنا، بالتالي أنتم جاتكم دراسة واضحة فيها معدات معينة، كل طش كذا وسعره كذا كذا وسعره كذا سعره كذا 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 كذا، كانت الدراسة واضحة وقريتوها أعتقد مرات، ما إلا مرة واحدة وخافت على مراحل، بالتالي كون 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 بعدين تخطوا ذي المراحل كاملة وينقال لي تم نجاح تم قبول مشروعك وذي الدراسة وكذا كذا، ينقال لي كان يلا تدفهم لي جان مختص ياكتك ما عنده معنى، ولا أن مشروعكم انتم تدوروني فيه وقف اقولوا هذا ده مشروعي انا، وانا هي اللي اخترت التسئير اللي نعطيه كل 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 منتج اللي نستخدمه، وانا هي اللي نحدد المنتجات والالات اللي نستخدم، وانا هي اللي نحدد المكان الاستراتيجي بالنسبه لي انا، هو المكان الاستراتيجي مو بالنسبه لكم، المكان الاستراتيجي بالنسبه لي انا، المعدات المناسبه بالنسبه لي انا حسب التصور اللي عندي انا، حسب الفكره اللي طارحه انا والنقاط اللي ماشي عليها انا، مو النقاط اللي ماشيين عليها انتم، بالتالي انا هي اللي نحدد المكان، وانا هي اللي نحدد الماتيريال، وانا هي اللي نحدد التسئيره. اعطيتكم تسئيره واضحه، لا هي عنده مبلغ كذا لين يشربي كذا 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 كذا، قعدت معي لجنة وقالت لي ذو المكان شاري منه مثلا تيلاش خير تشري منهم واحدة، قابضة منه اثنين لاش، إذا قابضة منه أربعة خليه منه اثنين، وتمينا ماشيين بدون الصورة إلين وصلنا للنتيجة النهائية، أوكي لين قبض كذا 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 بمبلغ كذا، واتفقنا لي وكان شيء واضح وموقع لي ووقع التاقد كبيرة لأن إلين أجبر مبلغ كذا، عندي درت شرائفة بعدها لين تم خلاص شهريا كذا كذا كذا، وكانت اتفاقية واضحة للماتريال اللي مختارة أنا واللي محددة أنا، مو اللي مختار اللي مختارة أنا، وهي اللي طارحة له التسئير وأنتم وافقتوا عليه. دونك كوني لين قد نحاني اللي جانا تجي تمشي معايا أنا ذا شايفين ذا كافتير ما يخدمك هاي الماكينة، هو الدراسة لي أنا، انا هي اللي نحدد الماتريال ونحدد تسعيرته، ما يحدوا لي حد اخر، انا ما وحتى رانكم حتى في المقابلات كاملين وفي ذا كامل ما كان فماتيا ما قال لي ما يلا تشري ما يلا تقبض ماتريال يلا تمشي معك ماده مختصه ياك تقبض، صدت دي اللجنه وقالت لي يلا تمشي مباركة تروجي الماتريال، هذا هو اللي صدوا لي وقالوا لي، ما قالوا لي ديني وخذ لك المبلغ تمشي معك اللجنه تروج لك الماتريال، نو قال لي مشي لو دي الماتريال، وذاك هو الشيء الطبيعي به اللي انا هي اللي نعرف الماتيريال اللي محتاج تولي ندور معناها ما عنده معنى، ان قال لي كان يلا تمشي معك لجنه مختصه مختصه فاش. النقطة الثالثة، قدم الكثير من المستفيدين من هذه النسخة ملفاتهم عند الصناديق الشعبية للادخار والقرض وبنك سدد من أجل الحصول على المبالغ المخصصة لهم، وقد حصل بعضهم بالفعل على التمويلات، إلا أن فرح عبد الرحمن لم تقدم بعد ملفها للحصول على تمويلها، والله ما أنا الله ما قدمت، وتواصلت معي بقى وقلت لي ليش ما قدمتي ملفك، وقلت لكم أنني أنا المبلغ اللي أعطيه ما يخدمني، وقلت لكم أنني ما أنني أنا قاع في من الديون اللي قاع ما ترى عندي قاع نفسي ياك نخلص تكاليف الملف بي الصورة، قلت لكم أنني ما عندي باش نخلص الملف وما عندي باش نهيشي مبلغ ما عندي بهلي ذي اللحظة، قلت لكم اللي تتكلموا معايا فيه أنا رأيني ماشية لو ودري رجاجي السلف اللي فاضت المقزين ولا عندي باش مخلص على الملف، وحتى بعيد عن الخلاص الى الملف ان ذا المبلغ انا ما يخدمني ولا عندي ما نقدر نقبضه بهذي، ما حتى ما ينقط ما حتى ما ونص ذا اللي عن ذا اللي قال ما 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 عنده ما عنده معنى نطرح ملف فيه والله نقبض المبلغ ما عنده اي معنى، الين قلت لكم تقولوا لي رضاي بالواقع وانت تعرفي والناس كامله، انا مالي الناس كامله، انا فرح عبد الرحمن قلت لي ليه تجبري المبلغ كذا ويلا تنطلق الوقت كذا، وعلى اساس شتقت وعلى اساس مشيت وعلى اساس قبضت ماتريال ورفدت الديون على الديون، بالتالي كونكم تقولوا ماني الناس كامله معنى كونكم تدخلوني الى المأزق
وتساو تهربوا منه بكونكم تحملوا نيان المسؤولية. ماني متحمل المسؤولية توال، تتحملوا المسؤولية بقى، تتحملوا مسؤولية أنكم طرحتوا قدامي ليش نعطاتني تاريخ معين، تتحملوا مسؤولية أنكم اتفقتوا معي على مبلغ معين وبعدين ما وفيتوا به وعطيتوا مبلغ دون ذاك حتى، تتحملوا مسؤولية بأنكم عدلتوا ذا التأخير اللي ينحسب لي كل شهر كل دقيقة كل ثانية تمر تنحسب على ظهري من الديون، تنحسب على ظهري من قد ما تريد، تنحسب على ظهري من قد المقازينات، الوقت كامل اللي مر سابق تقليص الديون. ما بخلت حالي ياك نجبر الوزير ونقول له انه يسرع وقت يا الله انه يتحرك ويطلصونه به اللي ما الوقت مشى لي وبه اللي خسرت سابق قاعد يبدا المشروع. كنت مستعده للخساره من البدايه يقير مو بدي الدرجه ولو بدا الحجم، لانه فعلا ما 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 ما, ما يقع خساره قد حد يتحملها. ما 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 ما, ما, ما نعرف انتم باي منطق تتكلموا. النقطة الرابعة، عندما أخذت المستفيدة المعدات ما 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 شقلت، كان يا الله إني قبلت تشقلها، باش نشقلها معدات هيك مطروحة وكما نشقلها منين الفضل يا الله نشقلها به. ما ترير ما يشقل راسه، ما ترير في مكان يشتغل بكرة وين كرة، ما ترير في شيء يشتغل بالماء وين هو الماء، هو كافي وصار مسكلاسي من اذا اللي ينشغل. اوكي المقازينات عندي والماتريال عندي وجهزتهم، من اذا اللي يندار فيه الكافي ايش يندار فيه، ذا اللي ينباع فيه وين هو، ذا اللي نعدل فيه شنو هو، صار مسكلاسي جهزته قاع وبليته، منين ذا اللي ينجهز به واسمه هو تبين تير المقر، منين ذا اللي ينشغل به ماتريال، حق عندكم مشغلوا باي منطق، خاصة لأنكم أول ما قعدت أول ما قعدت بمقابلة مع مسؤول مشروع مستقبل الجقرة طرح لي مثال هلا طارق اللي قلت لكم ذيك النهار، لأنهم قبضوا ماتريال معين وكذا وني جيت وحكته دون مستوى ورديته. نشق الماتريال بأي منطقة، باش نشق الماتريال. أنا ماتريال قبضته لأسباب معينة، قبضته أولا لأني عندي تاريخ محدد، قبضته ثانيا لأنه ماتريال وائر اللي نجبره هون لين اضطر الى نجبر الفضاء نخرص طريقه نجبره بها في الخارج، نشوف طريقه ندخله بها لهون ياسر من الكدر وياسر من ما نعرف هو شنو. راه واري ماتريال جاهز، قابلته واحده جايها كامل من الخارج وماتريال حقيقي وزين وطارحته شقلته شوي، راه والها هي اللي قامت عرفت اللي بها وبرت من عنده. سابق نجبر من عندما بديت أعرف أجهات الهون كامل، بديت ياك نجبر ماتريال اللي يعني ندور ماتريال حقيقي قد نشتغل بي ولا جبرت ماتريال جهاز ماني مضيع على الفرصة من يدي، قبضت من عندها بعد وطرحته عندي، جبرت مكان استراتيجي ما عنده معنى نقول موله ايه وزين شت المقازنات ندورك تحكمهم لي من هون لين يقصني مشروع مستقبلي اللي راعي من حد اللحظة ما تقصني ولا نعرف انت اللي يقصني. ما عنده معنى بأي منطق نقول له تم قافل مقازناتك لين نبلص، أنا من هي قال لي يحانيني ننبلس نادم عنده مقازيناته يحصل من رغمة أي شو قابلهم يحاني رقاج يعطي يكريهم له يتم يخلصوا شهرية ما هو رقاج يقول له تم قابلهم إلين نصيبي أنا ما نعرف إنت نقبضهم من عندك. بالتالي كان طبيعي جدا إني نقبض المقازينات لأني ما كنت ندورهم يفوتوني ولأني ما كنت ندور ماتريال يفوتوني وراني ماني متندم. يا الناس اللي تقول لي رانك اخطأتي وتسرعتي، ما اخطأت ولا تسرعت ولا اني متندم على اي قرار قبضته في الشيء، ولين يتكرر الزمن وتنعاد القصه نرجع نقبض ماتريال ونرجع نقبض مقازنات ماني متندم على اي والو ولا نتحمل مسؤوليه اي شيء. انتم هم اللي تتحملوا المسؤوليه يا اهل المشروع المستقبلي، يا المسؤولين انتم هم اللي تتحملوا المسؤوليه، والمسؤوليه راكبتكم قبلتوها ما قبلتوها صدق شيء يرجع لكم المساله راكبتكم، وانتم هم اللي بقيتوا القصه تلحقون. أنا ما قط نشرت منشور سابق ذا، ما قط طلعت أي بث، مت وجاء أمري ياك إني نتواصل معكم، ياك إني نجبركم وجه لوجه، ياك إني نتكلم معكم عن قرب، وإني فعلا كنت نبقي المشكلة تنحل بدون إنها توصل لهون، لأني فعلا قايتي الوحيدة لأني نجبر ذا المبلغ ونبدأ مشروع اللي افترت فيه وتعبت فيه وجاء أمري إلي، اللي هي كانت القاية الوحيدة، ما عندي أي قاية أخرى من وراء ذا. إلين ما استجبت وعدلت بث الأول وتواصلت معي وقلت لي ليت نحل المشكلة وكذا وقفت البثوث أقبل البث الأول، بعد البث الأول مباشرة تواصلوا معي عدة منصات يا كانوا يعدلوا معي مقابلة عدة
اشخاص تواصلوا معي اياك انهم يتكلموا في القصه. قلت له منو؟ ذيك الخطوه انا ماني 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 معدلت هذاك. انا ما شاء الله عندي شيء واضح، عدلت بث مباشر الى صفحتي وندور يوصل للجهات المعنيه وتحل لي مشكلتي. اي تصعيد ثاني ماني معدلته بالي، ماني عاجل انا ان نلقاهم وجه لوجه ونشوف من اللي نلحقوا. اذا ما اخلق منه شيء الين اجبرتكم وقلتوا لي كذا ودرت نحل مشكلتكم وخش من هون ومرق من هون، ما اخلق اي شيء. الوقت راي مازال ماشي وانا ما عرفت انطلاصت، ودينا راي مازال لا يزيد على رقبتي. نقلق انا الحق مرحله حتى تؤد الفضل اللي لي تعطوا لي ليت ولا لم تقدم عدي. الوقت ماشي ويحسب ايديا معنا اللي تحاولوا تفهمون ما فهمت هو شنو. عموما ماني متراجعة عن اي شيء، المسؤولية مسؤوليتكم وانتم هم اللي تتحملوا هذا الخط وتشوفوا كيف تحلوه، وانا مواصلة قطعا مواصلة ونشوف شنو يخلق. لا بعد الدور تحصل نتيجة ولا ما تحصل، لا يدور بعد يخلق شيء. اسف الانقطاعات اللي خلقت بسبب النت، وندور ان شاء الله نرجع لبث اخر وبث اخر وبث اخر وبث اخر اني ما تنحل القضيه، وندور نصعد اكثر واكثر واكثر اني ما تنحل القضيه، وتوف خلق الله لقدام وشكرا.